تركيا في دقيقة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستبدأ إنتاج القاطرة الكهربائية الوطنية العام المقبل. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في الاجتماع 12 لمجلس النقل والاتصالات بمطار أتاتورك في إسطنبول. جفت بحيرة أكجول موطن طيور النعام وعدد كبير من الطيور المهاجرة جراء الجفاف في ولاية أكسراي وسط تركيا. وتقع البحيرة داخل حدود قرية أكجول التابعة لقضاء أكسيل في الولاية، وهي بحيرة للمياه العذبة تبلغ مساحتها 210,000 متر مربع. لاستيراد حفاضات الأطفال والمحارم المعطرة من تركيا اتصل الآن. أكد رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا أنهم منفتحون على التعاون مع أنقرة في مجال الصناعات الدفاعية، وأنهم في حاجة لدول صديقة مثل تركيا لمساعدتها في مكافحة الإرهاب. قالت وكالة الأنباء الحكومية الهولندية NOS إن مبيعات الطائرات المسيرة المسلحة تركية الصنع تشهد تزايدا باستمرار. جاء ذلك في تقرير عده موفد الوكالة إلى مهرجان تكنوفست للطيران والفضاء والتكنولوجيا الذي أقيم في مدينة إسطنبول خلال سبتمبر أيلول الماضي. تركيا في دقيقة.